اهلا وسهلا بحضراتكم متابعي ومشاهدي تلفزيون يوم السابع. احنا معاكم من ميدان السيده زينب اللي شهد مؤخرا اعمال تطوير كبيره جدا، منها انشاء حديقه جديده في الميدان وانشاء حدائق وتشجير الميدان بالكامل. احنا وقف في الجزيره الوسطى للميدان وتم دهان العقارات، كل العقارات المطله على الميدان تم دهانها بالكامل. زي ما حضراتكم شايفين كده العقارات دي كلها مدهونه بالكامل. الحديقه اللي امامنا هناك هنروح نتفرج حضراتكم عليها، حديقه قنديل ام هاشم، ودي لسه معموله جديده ما كانش موجود اصلا في الميدان حديقه، لان الحديقه ديت كانت معموله موقف للسيارات او ساحه انتظار للسيارات وتم ازالتها وانشاء حديقه بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني او المشاركه المجتمعيه. فطبعا الحديقه بالكامل بقت شكلها روعه، حولت الشكل النهائي للميدان. الحديقة النهارده كان محافظ القاهرة بيفتتحها بتكلفة، يعني أعمال التطوير اللي تمت في الميدان بتكلفة 4.5 مليون جنيه. كل العقارات اللي بتطل على الميدان تم دهانها. اتعمل حمامات عمومية واتعملت يعني دورات مياه عمومية في الميدان، وأيضا الحديقة بالكامل تم إنشائها بتشمل عدد من البرجلات ومقاعد للجلوس وتشجير الميدان بالكامل. وده اللي لفت أو عكس المظهر الحضاري للمنطقة. كل ده اتعمل جديد، كل ده ما كانش موجود، ما كانش فيه اي تشجير في المكان ده. كل الحديقه بالكامل اتعملت، اتعمل لها سور دائري، سور حديدي. اول مره انا هو لما جربنا العقارات اللي بتطل على الميدان تم دهانها، دهان الواجهات بتاعتها وتشجير المنطقة الدائرية أو الشوارع اللي موجودة في ميدان السيدة زينب تم تشجيرها أيضا. يمكن الزرع اللي في الحديقة هنا أو في الشوارع مميز بألوان مختلفة. الحديقة دي تم افتتاحها النهاردة وبحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ومهندسة جهان المنعم نائب المحافظ. طبعا في أعمال اهتمام كبيرة جدا بميدان السيدة زينب، لأن تطوير الميدان ضمن مخطط أو مشروع مزار آل البيت. هيتعمل مزار آل البيت من المنطقة أو من أمام مسجد السيدة زينب، هيكون في سيارة كهربائية هتجوب المنطقة المحيطة حتى ميدان السيدة عائشة، هتلف بالزائر توريه كل المزارات الدينية اللي في المنطقة هنا.
حضراتكم، كنت معكم سيد الخلفاوي من ميدان السيدة زينب في محافظة القاهرة.